هلو يا احلى ناس بالدنيا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا هذا الانترو مستحيل يتغير بقناه صبصيب. طيب يا جماعه، اليوم رح يكون فيديو انا عم بعمل رياكشن على فيديوهاتي على تيك توك. مش فيديوهاتي الجديده، رح اعمل رياكشن على فيديوهات تيك توك القديمه. يا جماعه، انا هذيك المره هيك كنت فاتحه تيك توك ولقيت ناس استعوني وهيك عم بيطولوا فيديوهات الي قديمه، وانا يعني ما بتتخيلوا كيف كان شكلي. كان عندي غره وكان شعري هيك كثير ملفلف. اسمعوا، كثير فضايح فعليا. انا بقول انا ما بعرف شو كان بتهيأ لي لما كنت اعمل هاي الفيديوهات، فصراحه حابه اشوفهم مع بعض انا وياكم وورجيكم هاي الفيديوهات. رح اورجيكم شغلات اسرار من حياتي السابقه قبل ما اتعرف عليكم وادخل مجال الشهره والفن والاضواء. طبعا بدي لازم هيك نبرد على قلوبنا. شبنا هو الصبح نايس صح. المهم، فالعاده دائما بشرب قهوه، بس حاب اليوم ابرد على حالي عشان الشغلات صادمة اللي هلا رح نشوفها ما حد حيشوفها غيركم انتم والعشرة وعشرين حد اللي كانوا يشوفوني بس زمان كان يحضروا فيديوهاتي. اذا انتم مش عاملين لي سبسكرايب اعملوا، كلها كبسة لايك لهذا الفيديو، احكوا لي ايش بتحبوا اعملكم فيديوهات بالايام الجاية. بدي انزل لكم على اخر 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 فيديو او اول فيديو الي على تيك توك. رح نبلش نشوفه مع بعض. اعطي رياكشني المتواضع عن نفسي. طيب يا جماعة، تعالوا نشوف أول فيديو عليه 8000 فيوز، أنتم متخيلين؟ وكم لايك؟ 564، في 564 بني آدم حبوا هذا الفيديو، أوكي يلا نشوفه. يا جماعة، أوي يا إيش هاد؟ هدول كانوا أصحابي بالجامعة، فكنت عم بصورهم، بعدين كان في واحد راندوم هيك واقف على الحيط، صورته بدون ما يعرف، بعدين أنا وصاحبتي صرنا هيك نعمل. هذا كان ترند تبع ليزو هالأغنية تاع بيج بويز، اي لايك بيج بويز بريتي بويز. شفتوا هاي السرعة 0.3؟ احنا كنا نعمل عليها، يعني ما كنا نعمل على السرعة الطبيعية، فبيض بيضة كثير كبيرة. او ماي جاد، شفتوا كيف عملت هيك؟ يعني حتى هيك المفروض انا عملت هيك. يعني هذا المفروض كانت اول دانس الي. طلعوا ساوند بويتو. لا لا لا، ايوه شوفوا هذا الفيديو، هاي بداية النحفة اللي جواتي. بسونيك سبيد. سامر لما دوما لما يو اسوما لما هيومن وات اي غاتا دو تو جيت ات ثرو يو ام سوبر هيومن ان ات. شو هاد؟ كان في طنجرة منسف عنا على بعدين قال صورتها وصرت احس سمنة منى من عشان انه والله يتحرك. لما يو اسوما لما هيومن وات اي غاتا دو تو جيت. لا لا لا، مو طبيعي مو طبيعي. الله يعيني اللي كان يحضرني في ذاك الوقت. انا بعتذر منك جدا. Palestinian. انا دمي فلسطيني 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 انا دمي فلسطيني. يا الله قد ايه كنت شكلي هيك ما بعرف. انا شوفوا انا بعمل تحديات انه انا فلسطينيان. شفتوا لي ثلاث فريمات، عملت ثلاث تسريح، واحد جدوله واحد مش عارف فارد، بعدين عملت كوبين. كيف ضاع كل شيء؟ احكوا لي بالتعليقات اذا بتحبوا ارجع اعمل ريكرييت لهي الفيديوهات القديمه وارجع انزل لكم اياها مره ثانيه. نيكست. The world is ending, you come over right. You come over and you yes. صبا انا هذا الفيديو لهلا الوحيد اللي عاجبني بكل محتواي. شغلات خسرتها ب 2019، بعدين حكيت ماي تراست ان بيبل، خسرت ثقتي في الناس ولساتني على قد هذا الكلام. برافو صبصيبو. يو chubby cheeks check. Oh my god. لا لا لا، شفت كيف بعمل؟ ما ادري ايش. بس ربنا الله لسه عندي نفس هاي الخدود، فعادي يعني ما عندي مشكله، بس مش عامل هيك. اخ ربي. يا الله شو بيض. بس بدي اقول لكم هذا الفيديو هلا حرجع اعمله ريكرييت واشوف الفرق. ياكم بس تشوف الفرق من الاشكال. دقيقه بس بس دقيقه. في
الفيديو طلعوا الفرق. انتوا شفتوا الفرق؟ شفتوا الفرق بالحركات؟ انتوا متخيلين؟ طيب يلا تعالوا نكمل الفيديوهات بعدين رح اورجيكم وين نقطة الانطلاق اللي خلت كل فيديوهات خلص. اوكي سو هون هذا الفيديو كان وقت كورونا وقتها عطلوا المدارس والجامعات. شوفوا لي هالفيديو بصراحة هذا الفيديو عملته وكثير فخورة فيه لانه جاب 300 لايك هيك يعني انا عندي انا هيك كثير مشهورة. اوكي لا ترى انتم مسختوها وقتها خلوا المحاضرات كلها اونلاين ابصر شو بعدين الاخر حكونا انه رح تكون امتحانات قبل الجامعه فانا زي لا يا حبايبي خنتوها قوي مش كذا برضه فبرضه مزبصبه يعني صراحه مش كل فيديوهات طلعوا بيض كثير كمل انا هنا انا بدوخ هغرق هيك انزل وقفي هنط هنا عادل بلاش هنط هنا وتحكي لا انا بروح هش يلا عادل لا لا بجد 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 مش بجد ولا بهزر عند هش يلا لا 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 بجد 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 والله كنت كرييتر يعني كان في فلتر انه فيه مي فانا عملت حالي انه بالمي وهيك صرت اصور وعادل لا بجد بجد يا عادل لا عادل صراحه مضحك مضحك اوكي هذا الكفر احلى كفر بعمله في حياتي اللي هي اغنيه Don't stay away for too long كانت من احلى الاغاني اللي عملتها في حياتي Don't stay away for too long Don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head الله عليك يا مصيبة الله عليك اسمعوا حورجيكم اكثر فيديو اخذ معي وقت بالإدت صورته بعدين حطيته على الابلكيشنز واعطيت دقيقة لانه سلو موشن شوفوا لي هالفيديو اللي اخذ معي يمكن 7 ساعات انا بسوي فيه شفتوا لي هالحركة طيق طيق سمعت طبعا كل السلو موشن في شعري فيلا نعملها مع بعض يا الله هاي اكثر اغنية كانت ترندنج بتيك توك بس شوفوها يمها على الشارع ايش فيها كلها مغروره على نفسك يا اموره طبعا انا لازم بتعرفوني انا ما بقدر لازم اتبع الترند طب بعدين شفتوا لي اضواء الديسكو اللي حطيتها حط لي هون حسن اضواء الديسكو يمها على الشارع ايش فيها كلها مغروره على نفسك او ماي جاد برضه كانت هاي الأغنية برضه كتير كانت ترند. شفت هاي الحركة تاعت الأول. بعدين ما عرفت إيش بس هيك. لازم يختفوا. حاعملهم ديليت هدول. بعد هذا الفيديو الفيديو رح اورجيكم اياه هذا اكثر فيديو بيمثلني من 2020 لهلا شو من 2020 من حد ما نزل هذا الفيديو من قبل هذا الفيديو هو اكثر واحد بيفوز معانا لليوم من الفيديوهات القديمه اللي انا كثير ريليتبل لها شوفوا because I love you انا بحكي للاكل I love you stop loving me الاكل بحكي لي stop loving me لا تحبيني I can't انا بحكي له ما بقدر معدتي بتطلع علينا وبتبكي حط لي هدنة معه تنزل فالأكل بحكي لي هاي هي مشكلتك احنا ما بنزبط لبعض We don't work I know انا بحكي له بعرف ووزني قاعد عم بغني بالزاوية We agree بعدين بالاخر احنا اتفقنا هذا الموضوع مو طبيعي هذا الفيديو صراحة كثير حلو صراحة صراحة يعني متقن أنا عملت سيناريو كامل عن الأكل ووزني ومعدتي بتبكي عشان أنا بصرخ على الأكل وآه هاي المشكلة أكثر مشكلة بعاني منها بحياتي بشكل عام اللي هي أنا بضلها كل حد يتخوت على اسم عيلتي شمعة حتى حسن هذيك المهمة حكيت شمعة حتى حط صورة شمعة الموجي قعد صبا شمعة خلص خلص تفكر شو هاد هدولي حالكم فهذا الفيديو مني لإلكم ليترلي هذا الرياكشن تبعي دائما اوكي خلينا نطلع شوي لفوق لما هيك حسيت حالي بلشت هيك يكون في عندي جلوب جست ذا باد لا 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 فاينل هيل كيك فور او ماي جاد
just my baby. ايش هذا؟ شفتوه؟ شفت الترانزيشن؟ كثير غبي، المفروض مش هيك ابدا يكون، بس والله كان شكله حلو. هذا بالعيد نايس. طبعا يا جماعه هلا رح اورجيكم اول فيديو في حياتي ضرب الي وجاب عليه تقريبا 9000 لايك، يعني انتم بتخيل يعني الفيوز كانوا على هذا الفيديو 200000، يعني هذا الفيديو اوف. صار مين واحد اثنين ثلاث تربيه تربيه عين واحد اعلى حبيت. اوكي خلينا نطلع شوي لفوق. اوكي هتشوفوا هذا اول فيديو، برضو هالتاني اكتر فيديو ضرب عندي وجاب عليه تقريبا 38000 لايك، اللي هو فيديو الي انا واحمد اول مرة شفته فيها لما كنا نغني انا وياه. شايل take your hand my dear and place them both in mine you know you stop me then I'll tell you stars and by غني now I'm better to see you dance just one more time. يا الله الفيديو شو انه بجيب ذكريات مو طبيعي. يا الله اسمعوا تيك توكس مليانه وحياه الله، انا قاعده عم بحضر بالفيديوهات قاعده هيك انه واو، كثير صار في نقلات نوعيه بحياتي من اول فيديو لحد فيديو تبعي انا واحمد، ومفكره صراحه لانه الفيديوهات كثير كتار لانه لسه مليان، يمكن اعمل لكم جزء ثاني، فاذا حابين اعمل لكم جزء ثاني عن الفيديوهات الثانيه لما بلشت هيك تطورات او اعمل الفيديوهات القديمه ارجع اعملها ريكرييت اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، حبيت اعمل فيديو خفيف لطيف، واستنوا فيديو الثلاثاء لانه كثير حلو. بحبكم كثير يا جماعه، بشوفكم على فيديو يوم الثلاثاء. اي لاف يو جايز، ديروا بالكم على حالكم. ان شاء الله عشان اتنفس. يلا بيس اوت.